الطبق اللي حنقدمه اليوم شوربة غنية بالطعم، غنية بالقيمة الغذائية، وفيكم تنوعوا فيها على حسب رغبتكم. افتحوا البراد، افتحوا درج الخضروات وطلعوا الخضروات اللي عندكم، حتى إذا خضروات دبلانة ممكن تستفيدوا منها في هذه الشوربة. الشيء الآخر اللي بدي أركز عليه في هذه الشوربة الفاصوليا البيضة. ممكن تستعملوا فاصوليا بيضة فروزن، ممكن طازة تسلقوها أنتوا، وممكن تستعملوا المعلبات. ما عندكم فاصوليا بيضة ممكن تستعملوا الحمص، ممكن تستعملوا إذا حبيتوا بدلها عدس، ممكن نستعمل الفاصوليا الحمراء. المقصود إنكم تحاولوا تدخلوا البقول في مأكولاتكم وتستفيدوا من بقايا الطعام. نبتدي خطوتنا الأولى. أعزائي، لتجهيز الخضروات أنا بدي أشويها بالفرن، حيعطيها طعم كتير رائع. بحتاج طبق، أي طبق عندكم، طبق فرن، صينية، أي شيء مناسب. وأبتدي أقطع الخضروات حسب نوع الخضرة اللي عندي. الطماطم ممكن أعملها نصين، إذا الكبيرة بهذا الشكل نصين، وأحطها في الطبق. الفليفلة برضو بقطعها بشكل عشوائي، ما في أبداً أي قيود بالنسبة لتقطيع الخضرة. الفليفلة الصفرة برضو البصل الأخضر، الروزماري زي ما هو ما حنعمل فيه شيء، وكمية من التشيري توميتو. هلأ عندي التومة مش هقصها نصين قوي، زي التلت أو ربع من رأس التومة. حوزع زيت الزيتون، حوزع كمية من الفلفل الأسود والملح. بدخل الطبق على الفرن تكون درجة حرارة عالية، يعني 220-240 ما في مشكلة عندي، أو ممكن الجريل فقط لتنشوى الخضروات. ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، الخضروات مشوية ريحتها كتير شهية. هلأ بالنسبة للتومة نضغط شوي شوي لغاية ما يطلع عندي كل هذا الخير. هذه كلها قيمة غذائية رائعة. بتخلص من عود الروزماري. كل الخضروات المشوية حنقلها في كاسرولة أو طنجرة بهذا الشكل. حضيف الفاصوليا وكمان رشة بسيطة من الفلفل والملح، وحضيف مرق دجاج أو لحم أو حتى مية، كله بيمشي. هحط كمية بسيطة وأطحن كل هالخليط مع بعضه. الخليط أصبح عندي ناعم، ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي، بخلي الشوربة على نار متوسطة لغاية ما تغلي وتتسبك، وفي هاي المرحلة بشوف سماكة الشوربة هل محتاجة أني أزود المزيد من المرق. حسب رغبتكم، أنا ممكن أحط لها كمان شوي. طبعا القوام اللي هلا انتم عم بتشوفوه الكريمي اللي صار في الشوربه لانه طحنا معاها الفاصوليا، فصارت عندي بهذا الشكل الناعم جدا والقوام مش محتاجين نضيف لها ابدا اي طحين ولا اي شيء. هذا القوام اخذناه من اضافه الفاصوليا او الحمص اذا حبيتوا، او الفاصوليا الحمراء زي ما اقترحت عليكم. بضيف هلا شويه من المطيبات اللي انتم حسب رغبتكم. انا حضيف شويه من الاوريجانو او ممكن الريحان او الزعتر، بيعطيها طعم كتير طيب. واذا حبينا بعض الكريمه السائله. والشوربه اصبحت جاهزه، خلينا نشوف طريقه التقديم. الشوربة جاهزة مباشرة في طبق التقديم. بوزع بعض الكريمة
والطبق أصبح عندي جاهز، أرجو إنكم تجربوا. وتفضلوا.